ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا راكب المسرح والحفلة دلوقتي بسبب توقعي اللي انا كنت كاتبه قبل ماتش مانشستر يونايتد وليفربول ب3 دقايق. قبل الماتش كنت كاتب ان اليونايتد هيكسب ليفربول وهيزعله جامد النهاردة، لكن ما حصلش. انقلبت الآية وانقلب الماتش على دماغي. اللي خلاني اكتب التوقع ده النهاردة بالذات وقبل الديربي ده بالذات والمباراة الملحمية دي، ان نتائج الفرقتين في الفترة دي، مانشستر يونايتد في التوب فورم، اعلى مستوى مع تين هاج، ليفربول في الارض. النهاردة ليفربول في كل هجمة على مرمى اليونايتد يا هدف يا فرصة محققة، مفيش غير كده. هجوم شرس بمعنى الكلمة. ده اللي خلى ليفربول اللي هو يكسب السكور ده. ليفربول الها 3 اهداف محققة كمان، كان ممكن يبقى 10، ممكن كانت تكفل دستة أهداف النهاردة. مانشستر يونايتد من ساعة ما وصل له تين هاج، وتين هاج عمل له حالة وعمل له شخصية. تين هاج أول ما وصل عمل كام نقطة كده خلته دلوقتي في التوب فور. أول نقطة عملها تين هاج بناء فريق من الشباب ويكون مرعب، زي ما كان بيعمل في أياكس طبقه في مانشستر يونايتد. راح جاب أنتوناي وطور من مستوى سانشو وخلاه يعمل معسكرات مغلقة لوحده. وتاني اهم نقطة، التخلص من الضغط الاعلامي الكبير اللي كان بسببه الادارة وكان مسببه وجود كريستيانو رونالدو. رونالدو لما كان موجود في الفريق كان يمثل ضغط وحمل على تين هاج وعلى مانشستر كلها. في بداية الموسم كان ماشي في الدوري وكسب ليفربول في الاولد ترافولد 5-0. مرورا لما وصلنا للحظة دي، ان في اخر 6 ماتشات في الدوري مانشستر يونايتد كسبهم كلهم، وبعيش احلى حالة كمان في الدوري الاوروبي، لسه كسبان برشلونة ومطلع برشلونة من الدوري الاوروبي. يعني دلوقتي مانشستر يونايتد معنوياته فوق في السماء. انما ليفربول في الناحية التانية بمر باسوأ حالة، سوء نتائج. ليفربول دلوقتي حاليا قبل الماتش في المركز التاسع برصيد 39 نقطة، خسران في ماتش واحد عملتها ريال مدريد ريمونتادا في شوط واحد 5-2. دي اللي خلى اي حد يقول ان ليفربول ميت، وان كلوب ممكن يكسب بس مش هيكسب اللي هو السكور 7-0 دلوقتي. ماتش النهاردة يدل على ان كلوب رايل ذكي، قدر يحول احباط اللعيبة لحافز كبير يدعمهم ويكسبهم. وماتش النهاردة ممكن يكون دفعة لي أمام موقعة الريال في البرنابيو، ممكن تكون دي دفعة له ويكسب ويعمل ريمونتادا للبرنابيو. ممكن دي يحصل، مش عارفين، لأن الريال ملك المواجهات الصعبة. دي مش كره من الليفر، بس أنا كنت بتكلم على وقايع كنت شايفها قدام عيني. في ماتش النهاردة كلوب قتل تين هاج، هدف في آخر الشوط الأول وهدف تاني في بدايه الشوط الثاني. يعني قتله في الاول وقتله لما يجي يقوم ويدافع، لقى الهدف الثاني والثالث والرابع. الرابع دي حكايته حكايه، صلاح بهدل مارتينيز، خده رايح جاي وهوب سرو جون. مفيش حد النهارده كان متوقع، وانا بقول اهي، ان ليفربول يكسب السكور ده على كوكب الارض. نادر ان هو ممكن ليفربول كان يكسب، ايوه يكسب 1-2، ما يكسبش 7، لان احوال ليفربول في الفتره دي ميته. صلاح زي ايجيبشن كينج اصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الانجليزي، 129 هدف، عدى روبي فولر 128 وستيفان جيرارد 121 هدف ومايكل اوين 111 هدف. صلاح في اسوأ موسم لي حقق 33 فرصة، 22 هدف في 37 مباراة في الدوري الإنجليزي و11 أسيست. في أسوأ موسم لصلاح 33 فرصة. والسلام عليكم، وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. لو أنت بتشوفنا على اليوتيوب ادعس اللايك المتين واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل كل جديد. عثماني.